بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع بداية الترم الثاني للصف الأول الإعدادي سنة 2020، وأول درس في المنهج الجديد. هنبدأ في الترم الثاني، طبعا الكتاب بتاعنا New Hello، اعرف اسم كتابك. بعدين هنبدأ بالوحدة السبعة، أكيد هناخد الدرس الأول فيها اسمها How was your weekend؟ الوحدة كلها How was your weekend؟ كيف كانت أجازتك أو نهاية الأسبوع الخاصة بك؟ وقبل ما نبدأ هنبص بص على محتويات الوحدة. عاوزني أقرأ مفكرة عن روبنسون كروزو، دي هنسيب لكم فيديو ليها تحت، نسيب لكم رابط الفيديو في الوصف اللي عايز يشوف القصة، احنا شرحناها في فيديو قبل كده. بعدين انك تكتب مفكرة عملت كذا ووديت كذا وتقول رأيك فيها، يعني انك هتستمع لي محادثة او حوار، انك ممكن تتكلم مع زميلك وتتناقش معاه تتعلم اسلوب الكلام بالانجليش يعني، وانك هتدرس الماضي البسيط وبعض التعبيرات الخاصة بيه، تتكلم في زمن الماضي، انا روحت جبت اشتريت لعبت اكلت نمت كده يعني. بعدين مراجعة على السؤال هل فعلت كذا، نعم فعلت، العدم افعل، وانك ترد في الاحداث الماضية زي ما اقولك مثلا عملت ايه، لعبت، كيف كان يومك، يومي كان جميلا كده يعني. بعدين هنا بقى القيم، بقى انك انت ايه القيم والقضايا واسلوب اسلوب الحياة، الحاجات اللي تعلمها يعني اللي هي الحضارة ومثلا انك انت تعتمد على النفس واحترام النفس والكلام ده يعني. تمام، ده هيقابلنا في الدروس. هنبدأ على طول بأول حاجة، جاب لي الصورة دي تمام في كتاب المدرسة وكتب لي الكلمة دي عليها أول حاجة على طول في أول درس، بس احنا هنوضح الصورة شوية ممكن بالشكل ده علشان نعرف هي ايه بالظبط الصورة دي. طبعا اسمه أكواريوم، أكواريوم، وينفع ما ننطقش الام ونقول أكواريا، ينفع الاثنين تمام. ده بقى اسمه معرض الاحياء المائية. يعني ايه معرض الاحياء المائية؟ يجيب لك مثلا حوض زجاجي زي ما انت شايف كده وفي اسماك وانت تتفرج عليها، بس بيبقى كبير شوية او بقى وبيبقى فيه اسماك كبيرة تمام. فاحنا هنعرفه ونقول له you can see sea animals، تقدر تشوف مثلا حيوانات بحرية across from glass، ومن الجزء الثاني من الازاز يعني تمام. الصورة الثانية بلانتوريوم بنفس الطريقة، بلانتوريوم، بلانتوريوم اللي هو معرض الكواكب، يعني انت بتتفرج على النجوم مكان زي كده بالظبط، الناس بيبقوا قاعدين كده ويتفرجوا فيه على الأقمار والمجرات والنجوم والكواكب ويتفرجوا على الحاجات دي كده تمام، بيبقى من خلال تلسكوبات كبيرة. هنعرفه برضو ونقول you can see planets and stars، انت من خلاله تقدر تشوف النجوم والكواكب تمام. عشان لو قال لي نقط بتشوف في نجوم وكواكب يبقى اقول له planetariums، لو قال لي بتشوف حيوانات بحرية يبقى اقول له aquarium تمام. نبص على الصورة الثالثة، جايب لي فانفير. فانفير من صورتها كده باينة ان هي الايه، الملاهي. الملاهي دي ايه بقى؟ You can go ride on a wheel، تقدر تركب عجلة and have fun، وتستمتع يعني وتقضي شوية وقت ممتع هناك كده في الملاهي تمام. يبقى دول اول ثلاث كلمات في الدرس. تعالوا نشوف كلمة رابعة، المتحف طبعا، الميوزيوم، المكان الرابع بتاعنا اللي هو المتحف، ميوزيوم، تقدر تشوف فيه بقى a lot of tourists، سياح كتير، and statues، and statues تماثيل. يبقى كده كم مكان؟ افتكروا أربعة. أول مكان كان aquarium، بعدين planetarium، بعدين museum، و fall fair اللي هو الملاهي. المكان الخامس sports center، مركز طبعا ألعاب رياضية، ده you can do and practice sport، تقدر تمارس فيه أي رياضة.
المكان السادس والأخير اللي هو باولينجلي. باولينجلي المكان لممارسة لعبة الباولينج، اللي هي بيحط لك 10 كده زي أزايز وانت بترمي الكرة وتحاول توقعيه ال10. يبقى دول 6 أماكن مهمين جدا. ال6 أماكن دول أولهم الأكواريوم والبلانيتوريوم والفان فير، وكمان عندنا ال3 التانيين الميوزيوم وسبورت سنتر، وأخيرا الباولينكلي. تمام. طيب تعالوا نتفرج بقى على محادثة بين زياد بيسأل أصحابه عملتوا إيه في الويك إند، وكل واحد بيجاوب إجابة مختلفة. فزياد بيقول لهم What did you do last weekend؟ What did you do last weekend؟ عملت إيه في نهاية الأسبوع اللي فاتت؟ طبعا هنا السؤال في زمن الماضي، استخدم أداة استفهام بمعنى ما أو ماذا، وجاب بعدها ديت كفعل مساعد، وبعدين الفاعل أنت، ودو لازم تيجي في المصدر لأن ديت سبقتها What did you do، ولاست ويك إند اللي هي نهاية الأسبوع الماضي، عملت إيه في أجازة الأسبوع الماضي. الواد الأول قال إيه؟ قال I watched a football match، أنا شاهدت مباراة كرة القدم. التركيز هنا إيه اللي حصل؟ شطبنا يعتبر مثلا حذفنا وط وحذفنا ديد، ومسكنا يودي حولناها الاي، عشان انا هرد اهو، ما ده بيسالني هرد عليه ازاي. طيب دودي هبدلها بالحاجه اللي انا عملتها، اكلت شربت لعبت نمت، لازم تكون في الماضي بقى، لان انت ديد دي هي اللي اجبرت ان دي تبقى دو. تمام. فانت لازم تجاوب في الماضي، فده الاي واتشد، واحنا عارفين ان الماضي بيتكون من اضافه اي دي، فعشان كده I watched a football match. تمام. الولد التاني بقى قال I rode on the big wheel، أنا ركبت عجلة الملاهي، برضو اتكلم في الماضي. أصل الفعل هنا ride يعني يركب، وهو جاب الماضي بقى rode ركبت. تمام. الولد التالت قال I saw an exhibition about dolphins، طبعا عايز يقول انا شاهدت عرض الدولفين، فطبعا استخدم الفعل سو في زمن الماضي لان السؤال بدت في الماضي، فهو اعتمد على كده. الرابع قال I looked at the stars، انا نظرت الى النجوم، كنت بتفرج على النجوم، برضو جاوب في الماضي. يبقى لو انا سألتك بقى انت عملت ايه امبارح، لازم تجاوب لي بالماضي. هتقول مثلا شاهدت يبقى watched، زرت يبقى visited، لعبت يبقى played. لكن لما تكون حاجة من الأفعال الشاذة بتتحفظ بقى، زي أكلت يبقى ate مش eat، يبقى drank مش drink. تمام. طيب الولد ده بقى قال I went bowling، أنا روحت لعبت لعبة البولينج اللي هي قلت لكم عليها من شوية. تمام. والواد الأخير قال I play tennis، أنا لعبت إيه؟ تنس. طيب ماشي، تعالوا بقى نشوف الأسماء اللي اسمها collective، إن أنا بربط الاسم بفعل. لو جينا نشوفهم بقى، أول حاجة ride on a wheel، يركب عجلة، وطبعا الفعل ride يركب مضارع، عايزين نجيب الماضي منه، هيبقى الماضي منه بالشكل ده ride الماضي رود يعني ركبة. بعدين go bowling يذهب للعب البولينج، لازم اعرف ان العجلة بتاخد معها الفعل ride او رود، وكذلك لعبة البولينج بتاخد go او went معها، فهنجيب الماضي منها go يذهب والماضي went ذهب. have breakfast يتناول الافطار، have هيبقى الماضي منها had، have والماضي منها had. هنا had a haircut يقص شعره، خلاص كده هو قص وخلص. listen to music طبعا ده فعل عادي، الماضي مني يجب إضافة ed. play tennis يلعب تنس، طبعا فعل play والماضي منه برضو ed. do homework يقوم بعمل الواجب، طبعا do الماضي did.
look at the stars ينظر إلى النجوم، الفعل look والماضي منه looked. go shopping يذهب للتسوق، قلنا إن go went. do sports خلاص قلناها قبل كده. watch football matches طبعا watch عادي يبقى watched. meet my best friend يقابل صديقه المفضل والماضي هيبقى met. عايز بقى أنا أربط ride مع wheel، go مع الحاجة اللي فيها ing سواء كانت traveling أو shopping. have مع breakfast أو يقص شعره. listen مع music واخدينها من الترم الأول. play مع أي لعبة فيها كورة، أي لعبة فيها كورة. do مع homework أو sport. look at مع stars النجوم. watch مع football match واخدينها من الترم الأول برضو. meet my best friend وقابل صديقي المفضل. هنا بقى جاب لي بيقول لي read the answers اقرأ الإجابات بتاعت زياد الأسئلة بتاعته يعني، وبعدين اعمل لي ايه circles answer the question. where did his friends go last weekend اصحابه راحوا فين الاسبوع الماضي. طبعا هنقول بقى كل واحد، واحد راح الباولينج وواحد راح يشوف الماتش وواحد يعني هنقول اللي احنا ايه قريناهم دلوقتي. هنا بقى اعمل لي دايرة على الافعال الماضية الريجولار، بس الريجولار اللي هي المنتظمة اللي هي بتاخد اي دي. طبعا احنا عملنا كله وحددناهم في الجزء اللي ورا. هنا بقى عاوز بيقول لي جايب لي شرح للماضي البسيط، هو كده كده احنا شرحناه في الوحدة الخامسة الترم الاول. فبيقول لي احنا بنستخدم الماضي البسيط ده التعبيرات بتاعته عشان نقول لما تكون الحاجة حصلت وخلصت. فالراجل بيقول I went to the museum last night انا رحت المتحف الليله الماضيه، او last monday الاثنين اللي فات، او last week الاسبوع الماضي، او last month الشهر الماضي، وهكذا. I went bowling an hour ago منذ ساعه، 3 days ago منذ 3 ايام، 6 months ago منذ 6 شهور، 4 years ago منذ 6 4 سنوات. فهو عاوز يعرفني كلمه last ويجي بعدها week last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year العام الماضي، وعاوز يعرفني كلمة اسمها ago بس يجي قبلها المدة بقى a week ago a month ago a year ago. تمام. هنا بيفكرك بالزمن اللي انت خدته. الماضي البسيط تتكون من إضافة ed للفعل العادي، ممكن نحط دي بس لو هو انتهى ب e، يعني مثلا play تبقى played. decide حطنا دي بس علشان الاي موجودة. decided. use حطنا برضو دي بس عشان الاي موجودة. في افعال شاذة ما بتقبلش الاي دي بقى بنحفظها زي ما هي، زي go يبقى الماضي منها ايه went، وده كلام قديم وخدناه. الاي اذا كانت الفعل المنتهي بواي تتقلب لاي وتحول الى اي اي دي زي worry worried، بس ما عملناش الكلام ده مع بلاي لان بلاي مسبوقة بمتحرك فاضطرينا نضيف لها اي دي بس. تمام. طيب يبقى ده كان الماضي البسيط. يبقى هو عاوز بس يعلمني موضوع last يجي بعدها المدد، ago يجي قبلها المدد. لما نيجي نحل بقى بيقول لي last summer الصيف الماضي my family الأسرة بتاعتي نقط a fantastic holiday in Morocco راحت المغرب قضت أجازة هناك. طبعا طالما انت بتتكلم عن last summer يعني في زمن الماضي يبقى لازم تاخد كلمة ماضي، يبقى في الحالة دي هناخد ايه had. هاد قضت وخلصت. I didn't not here yesterday طبعا I didn't عايز يقول انا ما شفتهاش، هياخد سي. طب ليه خدت سي يا استاذ ما ان عندك yesterday، ويسترداي في زمن الماضي والماضي من سيارة هي سو. هقول لك كلامك صح بس خد بالك هنا في didn't، فdidn't يجي بعدها المصدر. طالما didn't جت يبقى هي دليل الماضي ويجي بعدها الفعل في المصدر يرجع لأصله، يعني إن كان شاذ يرجع وإن كان في دي تشال منه. تالتة she not her homework yesterday واضح واضح هنا yesterday يبقى لازم الماضي. جيت تحت بقى لقيت went ماضي وdid ماضي وtalked ماضي وmade ماضي. يا عم ده كله ماضي، إيه المشكلة اللي انت وقعتنا فيها دي؟ لا ما انت هتركز على homework بياخد ايه بياخد do. طب الماضي من do ايه did، يبقى الإجابة هتبقى did. تمام. there space some milk at the floor 5 minutes ago عاوز يقول كان في شوية لبن في الأرضية من 5 دقايق فاتوا،
فانت شفت اجو عرفت ان زمنك ماضي على طول. ام دي مضارع ما تنفعش، از دي مضارع ما تنفعش، ار دي مضارع ما تنفعش، يبقى هتبقى الاجابه واز، علشان اللبن ما بيتعدش فلازم ياخد ايه المفرد. I didn't نفس المشكلة القديمة اللي احنا قلناها في الجملة رقم 2، get didn't يبقى احنا عايزين المصدر، حتى لو كان عندك يسترداي عادي كده كده تاخد المصدر، المصدر meet بس. تمام، الاولى دي الماضي دي meet. not امير see his mother yesterday، في yesterday هنا يبقى انا هجري على الماضي did، فهقول هل امير شاف امه امس. last week الاسبوع الماضي كده على طول لدليل الماضي، يبقى هاخد فعل في الماضي. وينقط زيم سب برينسنتس، اديناهم هدايا، فطبعا هنا الفعل جيف، اعطى اعطى. ماي سيستر didnt سبيس اني بوكس، بيقول ان اخته ما اشتريتش اي كتب. طبعا طالما didnt جت يبقى لازم ناخد الفعل في المصدر، هتبقى باي. طبعا ده كان الدرس الاول، وهنشرح لكم باقي الدروس بالتفصيل ان شاء الله، وهنسيب لكم رابط تحت الفيديو في إجابة كتاب المعاصر وكتاب جيم لنفس الدرس برضو، أو ممكن نبقى نجمع الوحدة كلها على بعضها ونجاوبها كلها على بعضها مرة واحدة، ونبدأ شرح درس بالتفصيل عشان الناس كلها تفهم معانا. بتوفيق إن شاء الله. متنساش إعجاب بالفيديو، شير الفيديو على زميلكم. السلام عليكم.